ضيوف اليوم معانا باش نحكيو على المشاكل. يا سيدي الناس كلها هي كانت لسعد اليعقوبي لسعد اليعقوبي لسعد اليعقوبي اللي ضد واللي معاه واللي سب فيه واللي ندري شنو واللي مش عارفه كذا. اليوم انا باش نحكيو على لسعد اليعقوبي، باش نحكيو على نفس الموضوع اما مش في الثانوي، مش بالضبط لسعد اليعقوبي، اما نفسه كشويه الغش والموقف والمطالب المشروعة والشرعية مع اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين إيجابا. ماذا يحدث في الجامعة التونسية؟ شبيهم بالأساتذة والباحثين الجامعيين؟ شنية مطالبهم؟ شنية مشاكلهم؟ هل اليوم التعليم العالي في تونس في خطر؟ هل فعلا حسب ما يقولوا فما توجه لخصصة الجامعة التونسية ولا الخصخصة الجامعة التونسية والاستغناء عن كفاءاتنا التونسية اللي يتخاطفوا فيها البرة؟ هذا الكل باش نعرفوه باش يجاوبون عليه ضيوف الأعزاء، الأستاذة الجامعية والفنانة زادة خاطر فيها جانب فني اكتشفته قبيلة مدام نجيبة رقيق، وكذلك خليني نقول الشاعر، ما نحبش نقول لا أستاذ لا حاجة، نقول الشاعر الرقيق لطفي سنوسي. مرحبا بك. مرحبا مرحبا مدام نجيبة. مرحبا بك. ماذا يحدث مدام؟ ماذا يحدث؟ شكرا على الاستضافة منال. ما يحدث في الجامعة احنا نجم نقولوا ثورة، لأنه كبيرة الكلمة مدام. اي لا مش كبيرة، مش كبيرة بالكل، لأنه صبرنا برشا احنا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين إجابة. تكون من عام 2011 كنقابة باحثين في التعليم العالي، وركزنا على البحث العلمي لأنها الجامعة قبل كل شيء معقل البحث العلمي. النقابة هذه تحركت من عام 2011 وقدمت، كانت إيجابية جدا لأن اسمنا إجابة. كانت إيجابية جدا، لا تنضوي تحت أي حتى صوت خالص سنديكال نقابية لحد شيء، حتى نقابة الجامعيين التونسيين. ما هيش تابعة الاتحاد العام التونسي شغل لحد شيء. مش تابعة حتى مركزية نقابية. واضح. حتى مركزية نقابية. كنا إيجابيين برشا وعملنا برشا ورشات عمل وفكرنا في الإصلاح وقدمنا مشاريع إصلاح للوزراء المتعاقبين في الوزارات الكل. مدام نجيبة سامحني أقول أنت أستاذة طبعا وعندك البيداغوجي نتاعك، جوست للناس اللي تتفرج فينا نحبوا قبل ما نبداو نوصلوا للإصلاح اطرح لنا شنو هي المشاكل؟ إيه؟ شنو مشاكلكم؟ شنو طالبين؟ دكوا الساجي وبعد نبداو نوصلوا للاصلاح وتقول لي شنو معناها. انا حبيت نقول معناها تفضل اللي راهو احنا ما وصلناش للتصعيد من المره الاولى، معناها ما دخلناش في التحركات كنقابه من المره الاولى. انتم معناها اصلا عملتوا نقابه باحثين؟ احنا عملنا نقابه باحثين لان هالجامعه المفروض تكون مكان للبحث العلمي قبل كل شيء، يعني حتى الزملاء اللي يدخلوا للجامعه مش كباحثين، يعني مش عن طريق لجان انتداب، هما بطبيعتهم مش يدخلوا في المسار البحث العلمي. يعني أي زميل يدخل كتكنولوج كأغريجي كأستاذ من التعليم الثانوي كمتعاقد أي متعاون متعاون لأنه ثم مناولة للأسف في الجامعة، أي زميل يدخل معنا هكاك يلزمه يكمل الأطروحة متاعه في الجامعة التاز ويلزموا يتعدى على لجان الانتداب. احنا نقابتنا هي نقابة الأساتذة اللي وقع انتدابهم. واحنا الجامعيين الباحثين في الوظيفة العمومية نجم نقول لك هكا لطفي، احنا الوحيدين اللي ما نترقاو كان بلجان الانتداب. يعني ما عندناش ترقيات اوتوماتيك كيما صاير في الوظيفه العموميه الاخرى بصفه عامه. احنا ركزنا على البحث العلمي لانه للاسف البحث العلمي في خطر كبير في الجامعه. ثم معناها ميزانيه البحث العلمي نقصت برشا، نقصوا فيها برشا، سكروا بيبان الانتداب على شبابنا الدكاتره عن 4000 دكتور. انا ذا عندي سؤال بعد حضرتك لطفي على الـ الدكاترة المعطلين عن العمل. عندنا برشا دكاترة معطلين عن العمل، وعندنا للأسف زميل شهيد من شهداء الجامعة التونسية سي عماد بوغامي اللي هو وقعت الدكتوراه نتاعو معناها وقت عمل الديبو نتاعها، وكان متعاقد وفي عهد الوزير بودن سي شهاب بودن قال مش نسكروا باب التعاقد الكل، ودونك الناس الكل البراء
يعني متعاقدين، بينما هي الجامعة مجعولة للشباب هذايا اللي كمل اللي يعمل في البحث العلمي نتاعو واللي يخدم في المخابر واللي عنده مؤهلات علمية. المجتهد بالتم معنى الكلمة. المجتهد. نعم. نحكي شوية مع لطفي، نرجعوا لك مدام نجيبة. لطفي سنوسي ساعة شاعر، وغير الشعر شنو كيفاش نجمو نعرفوك للسادة المتفرجين؟ قبل كل شيء شكرا على هذه الاستضافة، وفي الواقع هي أول مرة نحضروا أجواء من النوع هذه وإحنا نحكيوا على مشاكل كبيرة يعني. خاطر أنا كنت معناها عاقلة. الخطاب يعني نجم يكون ياخذ شكل آخر مثالش معناها، المهم أنه نوصلوا نحكيوا على نطرحوا الإشكال كما هو، يعني إحنا نقولوا أنه الجامعة التونسية فعلا تعيش في مرحلة معناها حرجة جدا. بالحق حرجة. دكتور عاطل عن العمل؟ لا لا، أنا أستاذ جامعي. أنا أستاذ تعليم ثانوي سابق وحاليا أستاذ جامعي يعني. كملت. نعم معناها دكتور، وأمارس المهنة عندي 10 سنوات في الجامعات التونسية، باحث أيضا، عضو المخابر البحث التونسية. شاعر هذيك. كفيك باش تخلص الكراوي الواحد. هنا والله الإشكال بالحق أستاذة منال، فما بالحق إشكال كيفاش نبدو نحكوا في الواقع من غير ما نحكوا بكلام كبير. يعني فعلا الأستاذ الجامعي توا بالشهرية اللي عايش فيها، العايش بها الأستاذ الجامعي، اللي هو كان يحلم عنده حلم كبير ياسر أنه يرتقي في العلم، وبالتالي يعني حاجة أوتوماتيك أنه يكون يرتقي أيضا في الشهرية متاعه، يكون أعلى رتبة، أعلى رتبة في الوظيفة العمومية. احنا كي جينا 2012 قلنا صارت زيادة الخصوصية، باش نعطيك فيسع الهستوريك، صارت زيادة الخصوصية، وكانت نقابة إجابة هي من الناس اللي يعني عملت تحركات ضغط كبيرة ياسر باش صارت زيادة الخصوصية، وقلنا نتفقوا على أنه نقفوا نجمدوا المطالب متاعنا المادية، لكن نحب نكونوا معنا شريك في عملية الإصلاح. حتى عملية إصلاح يعني الوزراء المتعاقبين للأسف الشديد يعني لطفي تم إقصاء الجامعيين والطلبة والأساتذة الجامعيين اللي هما نقولوا أنا أستاذ جامعي غير مباشر، أنا شفت الدكاترة المعطلين نعتبره أستاذ جامعي غير مباشر، ما شرك حتى واحد فيهم يعني. شكونه؟ نحكي على صناع القرار. نحكي على صناع القرار بصفة عامة بغض النظر على الوزير شكونه. خلينا نتفهموا في حاجة، يعني الدولة معرقلة المسار الطبيعي والذي يجب أن يكون متطوراً في تطور متواصل للنهوض بالجامعة التونسية. نعم. هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني وتجاوبني يعني مع بعضهم لو سمحت، معنا بطريقتك الكويرانت. أنت موافقني أنه فما خوف من خصخصة ولا خوصصة تهديد للتعليم العمومي، والناس هزة، فما جهة ولا جهات هزين الاثنيه للبريفي؟ انا راني ضد البريفي، انا بنت الوزاره، وزاره التربيه اصلي، توا وزاره الثقافه، والبارح بركه نحكي في الموضوع، ومدافعه شرسه عن التعليم العمومي، لاني انا ابويا كي حطني نقرا حطني في مدرسه ابتدائيه وما حطنيش مدرسه بالفلوس. هذيك تو مي ريسبين الناس، نحترم كل شخص يحب يقرا اولاده في البريفي سيتيرا سيتيرا، لكن اللي نشوف فيه توا اصحابي واولادهم واخواتهم الكل، لا نقري ولدي بالفلوس، شنو الحكايه سي لطفي؟ هو للاسف الشديد معناها شو المعادله هذه واضحه ياسر، يعني حتى ما نستحقش برشا محللين سياسيين باش يفهموا اللي الجامعه العموميه في خطر. علاش في خطر؟ لاعتبار انها هي سياسه ممنهجه من قبل مش من توا، يعني السياسه ممنهجه من قبل ومش من توا. انت تحكي توا في ال 20 سنه اللي فاتت وال 25 اللي فات تحت يعني حكم بن علي، كان ثم معناها الشهاده بصفه عامه من الابتدائي للثانوي للعالي، يعني وليت ما عادش عندها القيمه اللي كانت عندها في عهد الرئيس بورقيبه مثلا. في عهد الرئيس بورقيبه كان الجامعي، كان تصور انت رئيس بورقيبه ببساطه يقول لهم الجامعي يلزم يخلص اكثر من الوزير اللي هو معينه، هذا يعني من غير حتى ما يدخل فيه. اي نعم اي نعم، هذا بورقيبه هو اللي قاله. احنا نحكوا على دوله سياسه فيها دوله يعني عمليه ارجاع البورقيبيه والفكر البورقيبي اللي يعتمد على الفكر وعلى العقل. اي تفضل، انت تحكي على استاذ جامعي توا. شوف باش نعمل عمليه مقارنه صغيره، ناخذوا القطاعات الاخرين بغض النظر، القطاعات الاخرين دافعوا لمده يعني وقتها من 2012 ل 2015 و2016 كي بدينا احنا نتحركوا، يعني القطاعات الاخرى بدات تتحرك، وكي صارت الحكومات الجديده ووزير التربيه الجديد صارت ثم تطورات في وارضاءات النقابات اللي هي ضربت على روحها. لكن لطفي لو كان نحدوا مش برشا دومينات، ظهر لي الطب، القضاء والبوليسيه.
هكا من ناحية شنو المحدد مثلا في تحسين الشهرية؟ لا 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 في تعدد احنا كأساتذة التعليم الثانوي اصلا وتوا انا اديت تشيل وزارة الثقافة ما زادوناش الحاجة الكبيرة راهو زادونا ب 30 و 40 دينار فكس خير لا لا نحكوا بالم لا نحكوا بالمقارنة زادونا ب 600 و 700 لا بين اقل رتبة واعلى رتبة في التعليم الثانوي في هالبلاد نعم. انت مش تكون جامعي تخسر عليه اموال الشعب كلها ولا طبيب قطاع الصحة زادة وبعد تقول له برا امشي وزيرنا مشى لقطر قال لي جاخذوا لي دكتور نتاعنا وثم حاجة لازم نحكيو عليها هامة جدا في الإصلاح ال ام دي هي اللي هلكت الدنيا لأنه في ال ام دي ثم دكتوراه إيمد إجازة ماجستير دكتوراه يعني الدكتوراه حاجة أساسية وهذا هو اللي خلق التضخم في عدد الدكاترة في البلاد واللي زاد عمق مشكلة التشغيلية. بارك الله فيك. وصل مدام نجيبة مرحبا بك مرة أخرى ترجع بحذنا ونزيدوا نحكي ونتعمق أكثر في نجي ونفرح معاك ونحن عملنا جو أنا وياك ساعة عملنا جو وأنت محليك هكا وعشوشك أنت أنا شكرا لك مدام نجيبة محلية ابتسامتك ساعة ابتسامتك تعطي برشا أمل والمسؤولين نورمال يشوفوا ابتسامتك يفهموا أنت ماكش حربية ولا بقدر حاجة محليش محبة للإصلاح احنا ضد حتى حد فوالا احنا غيرتنا على هذاك القطاع اللي هو مكسب هو القطاع الصحة وقطاع التعليم هو المكاسب الحقيقيين من دولة الاستقلال يلزمنا ما نفرطوش فيهم ان شاء الله يا رب لطفي كلمتك الأخيرة وبعد سمعنا الكلام يا لطفي بعد سمعنا الكلام عايش خويا هو كلمتي الأخيرة نداء إلى السلطات أنا كي باش نحكي مع الحكومة أنت كي يخرج وزير العربي في, في, في الجلسة متاع مجلس النواب يقول لوزير أنه ما ثماش حاجة اسمها سلم التأجير سلم التأجير موجود هو في القانون وهو التابلو موجود فيه سلم التأجير هذا فيه مع سلم المهارات مع بعضهم معناه المطلوب منهم يرجع شوية للقانون ما يقولش الكلام هذا في مجلس الشعب ما يلزمش يتقال الكلام هذا ثانيا هو كي عملنا جلسة الحوار قال معناها مطالبكم مشروعة ويخرج في مجلس النواب يقول لي معناها سلم التأجير هذا مطالبة به نقابتنا والنقابة الأخرى يعني احنا يا احنا خارجين على القانون ولا هو خارج على القانون شكون باش يفصلها بيناتنا؟ يفصلها بيناتنا كان الحكومة كان الممثل الشرعي مجلس النواب ولا رئيس الدولة يفصل بين الجامعيين وبين صناع القرار هل أنه إضرابنا شرعي ولا مش شرعي نقول له شرعي ضربنا شرعي ومطالبنا شرعية وهذا بالإجماع هذه هي معناها أنا نداء أنهم يوحدوا على الأقل خطاباتهم يعني الوزير يقول حاجة ماذا بينا المديرين يقولوا معناها نفس الكلام على خطر ويحكي مع السادة الجامعيين عندك شوية ألغام حذرهم بال أنا والله ولا باش تهزنا الجعان جانب وردي على لا لا أنا والله أنا باش نحب أقرأ رسالة أو عن الحب وعن وإحنا ما زلنا كحتفلنا بعيد الحب يا أخي وإحنا وعيد ميلاد قناة حنا بعل عندها نهارين وثلاثة من اللي عملت 13 سنة دونك في جو الحب عليا هي كلها أجواء محبة أنا أحب نقرأ رسالة أو محلول الميكرو لأولادة رسالة إلى ريجي عندكم محلول ميكرو محلول فاضل سيلوتش رسالة إلى شهيد شهداء الثورة التونسية فما شهيد نسيت اسمه أظن حاتم بالطاهر بالطاهر نعم. شهيد الثورة التونسية منش باش نقراها كاملة لضيق الوقت وحده دم الشهيد دمه بوصلة المرحلة وقطراته تأريخ لملحمة المستحيل روحه ملء الغياب يوم لم يجد له أما فاحتضنته الأرض الناضب ثديها وكأنها حين تعانق جرحه تحيا بولادة شهيد لنقرأ على شفتيه المورقتين تفاصيل الوطن كيف للجبل المزروع موتا أن يطرب الذاكرة ببطولات الأولين وقد سكبت الألغام على وجهه لون دمائها وصبحنا في الدمع تخنقه آلام المسألة متى ستنهض أم البنين متى ستنهض أم البنين والأشلاء تغطي شمسها والشهيد يعاتب صمتها حتى لا يموت بكرها ونسبح من جديد في آلام الأسئلة شكرا الله يا الله الله يعطيك الصحة سي لطفي هذا زاد حب
حب أكيد. هذا زاد حب أكيد. للشهداء ترحموا على روح كل شهداء تونس، كل شهداء الوطن، وكل شهداء الأمة العربية، وكل شهداء العالم اللي مشاو ضحية الكره والحقد والدمار والحروب. شكرا نورتوني، نورتوا دارنا وشرفتونا، ومرحبا بكم في اي عوده، وان شاء الله يا ربي على يديكم تتحسن الوضعيه الكل. شكرا سيدي نورتنا، شكرا مدام نجيبه نورتنا. مازلنا مواصلين في برنامج دارنا في هذا الصباح الجميل، مازلنا مواصلين نسمعوكم شو حكيتوا علينا، شقرضتوا فيا في الموزع الصوتي، وراجعين في دارنا.